ببالغ الحزن والأسى نعت شبكة المجد الفضائية أحد فرسانها الذي ترجل عن جواده، وهو الأستاذ والزميل الخلوق حسام قط المصور بالشبكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد زميلنا بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته. بداية، نحن في فريق برنامج أخباركم أعددنا هذا التقرير البسيط عن الأستاذ حسام قطب. يلا خلينا نشوف التقرير. ودعت شبكة قنوات المجد الزميل المصور الأستاذ حسام قطب أحد أعمدة التصوير بالشبكة بعد عطاء تجاوز 10 سنوات قضاها في خدمة الإعلام المحافظ في فرعها بالرياض. على صعيد العمل كانت له أنامل حساسة وبصمة واضحة في كل برنامج شارك فيه، وكانت عدسات القناة ترحب دائما بإبداعه، حيث تكون الصورة في أبهى جمالها وزينتها. وعلى الجانب الإنساني كانت صورته عالية الدقة وذات صفاء روحي ولسان عذب وروح مريحة وصدر تحمل واحتوى من حوله، فلم يظهر في محيط علاقاته سوى الحب والمودة مع الجميع. ومع الوقت أطلق عليه زملاؤه لقب العمدة، فقد كان يشعر بوجع كل من حوله ويسعى دائما لحل أي مشكلة تواجه زملاءه أو جيرانه أو معارفه. رفض كل العروض خارج الشبكة، وسمع الجميع عبارته التي قال فيها: أنا أبحث عن القرش الحلال. حسام قطب المصور الفنان رحل عن عالمنا وترك لنا من ذكراه وأعماله ما يجعله ضيفا دائما لعدسة ذاكرتنا ومضربا للأمثال الطيبة. رحم الله فقيد المجد وجعل الجنة مثواه. وقد أفرد مغردون للأستاذ حسام قطب رحمه الله تعالى هاشتاج وصل للترند وشهد له كل من عمل له بالحب والود وحسن الخلق. خلينا خالد نبدأ نقرأ بعض التغريدات في هذا الصدد. زميلنا محمد باجابر قال: وفاة إذا محمد بن جابر يقول: وفاة حسام قطب مصور قناة المجد
قبل بضعة أيام قال لي: أين المصاحف بلغة الأوردو اللي كلمتك عنها؟ هنيئا لمن كان هذا همه، رحم الله الفقيد. أيضا تغريدة ثانية للأستاذ هاني بن علي مقبل يقول: رحمك الله أبا أحمد، نشهد الله أنك كنت محبوبا بساما محبا للجميع. زميلنا المصور حسام قطب في ذمة الله، والصلاة عليه تمت عصر اليوم في جامع الراجحي. التغريدات توالت كثيرا، وأحداها أيضا للإعلامي السهل يقول: صديق صادق وقريب محب وصاحب خير، أشهد بالله أنه من أصفى من عرفت وأجمل من زاملت من أوائل من عمل في المجد، وكانت المجد في شريانه. وتغريدة أخرى للدكتور فهد السنيدي يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وثقل موازينه وعامله بكرمك وعفوك فأنت أرحم الراحمين. تغريدة أيضا لأخونا أحمد مطوع، وهو أيضا زميل، يقول: رحم الله الزميل المصور حسام قطب وغفر له وأدخله الجنة وجبر مصاب أهله وأولاده ومحبيه. رحمك الله يا أبا أحمد، فقد عرفتك سمحا وخلوقا. وأيضا تغريدة للأستاذ سعد الأسمري تقول: توفي زميلنا حسام قطب مصور شبكة المجد، اللهم اغفر له وارحم، الصلاة عليه عصر اليوم في الراجحي تمت. وكان حريصا أيضا على توزيع المصاحف وفعل الخير. تغريدة أخيرة لزميلنا عبد الله حبيب يقول: رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، كنت أخا وأبا وموجها وناصحا، خفيف الظل لا ترى إلا مبتسما. رحم الله الفقيد، رحم الله زميلنا الأستاذ حسام قطب. الحديث أكثر عن هذا الحدث، معنا على الهاتف الدكتور علي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والمتحدث الرسمي باسم شبكة المجد. أحسن الله عزانا وعزاك يا دكتور علي. حياك الله أخي سلطان، حسن الله وعزاءنا وعزاءكم وعزاء أهله وذويه ومحبيه. اللهم آمين. كيف تنعف شبكة المجد وكيف تفتقد جدران شبكة المجد هذه الليلة؟ أول ليلة لشبكة المجد تفتقد زميلنا حسام قطب، كيف وجدت هذه الليلة بين أروقة شبكة المجد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة المصاب جلل، ولكن بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وبألسنة داعية للتقدير بكريمه
كذلك نعزي جمهور المجد ومحبي الكورة الطاهرة الجميلة، ومضى أبو أحمد بجسده فقد بقيت آثاره وذكراه الحسن، ومثل هذا يعمل العامل أن يكون له لسان صدق في الآخرين بالذكر الجميلة، وما علمنا منه إلا خيرا نحسبه كذلك فلن يزكي على الله أحدا. ولعل أخي سلمان من وفاء المجد له ولأمثاله أن نسعد بابنه، وخاصة أن ابنه أحمد ممن تخصص في مجاله التصوير أن يقوم مقام والده في مجده ويكمل مسيرة والده، ولعل هذا أقل ما يعمل لأبي أحمد وفاء وحبا وتقديرا. وهذا العشم دكتور هو ما نتوقعه الصراحة، هذا العشم في أمثالكم في شبكة المجد، وهذا ما يجعلنا نشعر بالأخوة أكثر مع هذا الكيان العظيم. شكرا لك يا دكتور علي القحطاني معلقا على لكم. شكر الله لكم جميعا، شكرا لك على تعليقك على وفاة زميلنا الدكتور.